أربعة أشهر متتالية وسبعة عشر يوم جمعة مروا من عمر الثورة السورية وانتفاضة شعبها على النظام المستبد، جمعة تلو أخرى تأخذ الثورة فيها شكلاً جديداً ومنحى مختلف، لكنها تتقاطع كلها في مطلب واحد هو الكرامة والحرية. في نظرة بانورامية على أيام الجمعة الماضية نتأكد أن النظام الذي راهن على تعب الشعب السوري قد خسر الرهان، حيث كان يزداد زخم المظاهرات وتتصاعد المطالب الشعبية يوماً بعد آخر رغم تصاعد الحملة القمعية والترهيبية من قبل النظام. جمعة الغضب كانت الجمعة الأولى التي افتتحت مسيرة الثورة السورية بدرعا بعد خروج مظاهرة في منطقة الحريقة بدمشق كان الشعار الأبرز فيها الشعب السوري ما بينذل. الشعب السوري ما بينذل، الشعب السوري ما بينذل، الشعب السوري ما بينذل. خلال الأيام التي تلت جمعة الغضب ارتفعت وتيرة العنف مع اتساع رقعة المظاهرات إلى القرى المجاورة لدرعا، فأدخل النظام الجيش إلى المدينة وحاصرها للتضييق على الحراك الشعبي ومنعه من الانتشار والتمدد، وكانت مجزرة الصنمين التي سقط فيها أكثر من 20 شهيدا. اللاذقية كان لها نصيب من القتل والقمع بعد أن انتشرت فيها المظاهرات في مناطق عديدة، وفي جمعة الكرامة انضمت حمص وحماة وريف حلب إلى ركب الثورة. انطلقت مظاهرات حاشدة في معظم أنحاء سوريا يوم جمعة الشهداء، فقد شارك الآلاف في مظاهرات حاشدة في مدينة درعا وقراها وحمص والحسكة والقامشلي وبانياس واللاذقية. جمعة الصمود خرجت فيها مناطق بدمشق بقوة في مظاهرات حاشدة امتدت على طول ريف دمشق وبعض المناطق في قلب العاصمة، وامتدت التظاهرات الشعبية إلى كافة المدن السورية تقريبا من المناطق الجنوبية إلى الشمالية والداخلية والساحلية. بانياس أيضا كان لها نصيب من القمع والقتل والحصار، تلتها تلبيسة والرستم بحمص ومعرة النعمان وجسر الشغور في إدلب. وأشارت إحصاءات المنظمات الحقوقية أنه حتى تاريخ 19 من حزيران زاد عدد الشهداء إلى 1300 شهيد، فيما تقديرات الأهالي ولجان التنسيق المحلية تؤكد أن الرقم أكثر من ذلك بكثير. توالت جمع الثورة، الإصرار والعظيمة والغضب والتحدي وحرائر سوريا وأزادي وحماة الديار وأطفال الحرية والعشائر وصالح العلي وسقوط الشرعية حتى غطت كل أنحاء سوريا، وبلغ عدد المتظاهرين يوم جمعة إرحل 4 ملايين متظاهر بحسب تقديرات أكثر من جهة، وعدد الشهداء فاق 1700 شهيد، وعدد اللاجئين تجاوز 12,000 لاجئ، وعدد المعتقلين تجاوز 15,000 معتقل. وعندما فشلت وسائل النظام القمعية في الحد من حدة التظاهرات أو إيقاف زحفها وتمددها عمد إلى إصلاحات داخلية اتفق الجميع على أنها شكلية، من أبرزها مسرحية اللقاء التشاوري تمهيدا للحوار الوطني الشامل الذي يرعاه فاروق الشرع، لقاء استبقه الثوار بالرفض في جمعة لا حوار مع القتلة، واليوم في جمعة أسرى الحرية يعيد الشعب السوري إلى ذاكرة النظام جزءاً من أسباب استمرار ثورته ورفضه لأي مبادرة شكلية من نظام مسك السيف في يد والصياط في اليد الأخرى، ليقولوها وللمرة الألف.